النهاردة هنجرب واحد من أشهر مطاعم البط في إندونيسيا وبالذات في جزيرة مادورا. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انا دلوقتي عملت اوردر وجالي ده البطة المفروض وفي معاها قطعة خيار وده ريحان. هما الاندونيسيين مشهورين ان هما بياكلوا الريحان مع البط ودي حاجة اندونيسية خالصة، دي عبارة عن مانجا مع شطة والرز طبعا. وفي هنا عصير جوز هند، دي قطعة جوز هند يا جماعة، دي قطعة جوز هند وده عصير جوز هند. سنجاي يعتبر من أشهر الأماكن في إندونيسيا، هو المفروض إن هو متخصص في البط، فاحنا هندوق وحنشوف. طبعا انت في اندونيسيا لازم تاكل بايدك، مفيش معالق، في معالق بس اغلب الشعب كله بياكل بايده سنة. المانجا اللي بالشطة دي صعبة، الشطة فيها اكتر من المانجا، هي تعتبر شطة يعني حطينا عليها حتتين تلاتة مانجا على كده. الوجبة دي تقريبا كلفت حوالي 25 جنيه. انا ارشحه من افضل البط اللي دقته في حياتي. يعني لو قلنا تقييم من 10 هنقول نديله 8 من 10. المكان كويس، معاملتهم كويسة، السعر كويس، يعني حتة بطة مع الريحان والخيار والمانجا اللي بالشطة الغريبة دي وحبة رز وعصير جوز هند حوالي 25 جنيه مصري، يعني تقريبا أقل من 2 دولار. المكان واسع، القعدة مريحة، ما فيش تعليقات سيئة عليه. اللي ليه سؤال يسأله في التعليقات، ما تنسوش اللايك والشير. الناس اللي ما اشتركتش في القناة تشترك، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.